ظل هذه الحرب المجنونة التي تشن على شعبنا لغرض إبادته وتهجيره من أرضه، كان هذا النزوح الكبير من شمال قطاع غزة ووسط قطاع غزة إلى مدينة رفح، حيث بلغ عدد النازحين بإجمالي سكان رفح إلى 1,300,000، ويزداد يوميا هناك زيادة مضطردة في عدد السكان. هذا الأمر وضع البلدية أمام تحديات تقديم الخدمات الأساسية والتي تتمثل في المياه والصرف الصحي وخدمات نفايات الصمت. العدوان المستمر على قطاع غزة وخاصة المنطقة الجنوبية ده جعلنا لا نستطيع التحكم وقدرتنا على إزالة النفايات في الأوقات التي كنا نحددها، حيث كان عمالنا يخرجون منذ منتصف الليل إلى تنظيف المدينة. هذا البرنامج اضطرب اضطرابا كبيرا بخوف العاملين من القصف ومن الطائرات، فهم الآن يخرجون مع ضوء النهار للقيام بعمليات النظافة خاصة. ازدياد عدد السكان جعل كمية النفايات كبيرة جدا، الرقعة المنتشر عليها هؤلاء السكان اتسعت بشكل كبير. هناك نقص شديد في الآليات في مدينة رفح، وذلك بسبب الحصار المفروض على قطاع غزة منذ 17 عاما. في بداية هذه الحرب منع إدخال الوقود إلى قطاع غزة بشكل كامل، وبعد وضع آليات المتحدة لدعم المرافق الصحية والمرافق الهامة في البلد، لم تخصص كمية لسيارات النفايات والبلديات، مما كرس ظاهرة التجمعات والمخلفات والتجمعات العشوائية.